لكل إنسان منا حركة في هذه الحياة، وهذه الحركة هي ترجمة لانفعال الجوارح. ربما تكون هذه الحركة قولاً أو فعلاً أو تصرفاً أو سلوكاً أو تعبيراً أو تفكيراً أو حركة أو سكوناً، كل ما يصدر عن الإنسان نسميه حركة حياتية. هذه الحركة إن كانت صانعة للخير، صانعة للجمال، صانعة للإنسانية، تتسم بالمنطقية، فاعلم أن هذه من الرحمة الإلهية، هذا منهج الرحماني. أما إذا وجدت هذه الحركة لا تتسم بالإنسانية ولا بالمنطقية، صانعة للشر والفساد والقبح، فاعلم أن هذا من المنهج الشيطاني. بعض الناس يخرج عن المنهج الإلهي، يحيد عنه فيرتكب المخالفات ويقع في صناعة المعاصي وصناعة الشرور. إذا وجهت إليه السؤال لما تصنع هذا الشر، لما هذا الفساد، ستجده يعلق شروره ومفاسده وقبح أفعاله على الشيطان. فإذا علم أن الشيطان ليس له عمل معه في هذا الزمان الشريف في شهر رمضان، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبهنا أنه إذا أقبل علينا رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين؟ فالشيطان ليس له عمل معك في رمضان، فإذا وقعت في ذنب أو معصية أو مخالفة أو صناعة لشر أو فساد أو قبح، فمن أين أتى هذا والشيطان ليس له عمل معك؟ فلا تجعل نفسك أقبح من شيطانك، لا تجعل نفسك أخبث من شيطانك، روض هذه النفس على الفضائل وهذبها عن الرذائل. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.